لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلب جيجي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة هتبان نتائجها من اول مرة ان شاء الله. الوصفة بتاعتنا ديت بإذن الله لتفتيت الدهون اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن او الارداف بإذن الله. من اول مرة هتشوفي الفرق ان شاء الله، وهنتائجها كويسة جدا جدا. كل اللي انا هحتاجه معايا النهاردة في الوصفة دي هم مكونين اتنين فقط. يلا بينا نقول ايه المكونات اللي انا هستخدمها النهاردة، خليكم معايا. اول مكون هحتاجه النهارده ان شاء الله هو الزنجبيل. الزنجبيل اللي بنجيبه من عند العطار زي ما انتم شايفين ده بيكون شكله. كان في بنات قبل كده سالتني ينفع الزنجبيل فريش، انا بفضل ده في الوصفه بتاعتنا دي. الفريش بنستخدمه في المشروب فقط بيبقى احسن. اما تاني مكون هحتاجه النهارده هو اي كريم مرطب عندك هنحتاجه النهارده ان شاء الله للوصفه بتاعتنا دي. وهحتاج معايا ان شاء الله النهاردة الفوطة او المنشفة بتاعتك، دي اهم حاجة برضو في الوصفة بتاعتنا. يلا بينا هنقول ايه طريقة استخدامنا للوصفة ونعملها مع بعض. انا هضيف معلقتين الزنجبيل في الطبق ده، وهبدأ اضيف عليه معلقة كبيرة من الكريم المرطب، اي كريم مرطب عندك وبرضو الفازلين ينفع، بس انا هعملها معاكم دلوقتي بالكريم. وهبدأ اقلب بقى كويس جدا المكونات مع بعض علشان نحصل على قوام الزنجبيل اللي انا هستخدمه دلوقتي وهندهن بيه، وهقولك هتستخدميه ازاي. هنقلبه كده كويس جدا بالشكل ده، وهيبقى معايا القوام كريمي بالشكل ده. انا قلبتها اهو زي ما انتم شايفين، وبقى معايا الكريم اللي انا هستخدمه ان شاء الله، ومن اول مرة هتشوف نتائج كويسة جدا. طريقة استخدامنا بقى للوصفة بتاعتنا، اول حاجة هنجيب طبق مية سخن تكون درجة حرارة جسمك تستحملها، وهتحطي فيه المنشفة او الفوطة بتاعتك دي، وهتحصريها عصرة بسيطة كده وهتحطيها على منطقة البطن وتسيبيها على بطنك لحد ما تبص تلاقي الفوطة بدأت تبرد تماما. بعد كده هتنشفي بطنك كويس جدا بالمنديل او بالمنشفة، مش عايزين مية خالص قبل ما تحطي الكريم، نشفي بطنك كويس. بعد كده هنجيب الكريم بتاعنا اللي احنا عملناه ده، وهنيجي عند منطقة البطن اللي احنا حطينا عليها الفوطة، هنبدأ ندهن كده بالشكل ده من غير دعكة، هنفرد قطعة سميكة كده بالشكل ده على منطقة البطن بالشكل دوت. وهنجيب بقى اغلف البلاستيك بتاع اغلفة الطعام، طبعا كلنا عارفينه، هنجيبه وهنلفه على منطقة البطن بالشكل ده، هنلفه كده يعني لفيه لا يقل عن 5 6 لفات. حاولي تتقطري وانت بتلفي علشان تسيبيه بقى لمدة 3 أو 4 ساعات، ولو عملتيه من بالليل يكون افضل برضو ويديكي نتيجة كويسة جدا جدا ان شاء الله. الوصفة دي جميلة قوي وهتشوفي نتائجها ان شاء الله من اول مرة. من اول مرة هتحسي بتفتت الدهون ان شاء الله. اعمليها يوميا قبل ما تنامي، وسيبيها لحد تاني يوم الصبح، او لو عملتيها بالنهار سيبيها 3 أو 4 ساعات. من اول استخدام هتشوفي نتيجة كويسة ان شاء الله. حبيب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، يا رب تعجبكم تستفادوا بيها ان شاء الله، تكون نتيجة كويسة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا كل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، وانتظروا جيجي في وصفة جديدة، وما تنسوش 5000 لايك لجيجي، واشوفكم في فيديو جديد مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.